طيب انا هو احنا نهينا الاسئله بس انا اشجع النساء على يشاركون، فتفضلي ام علي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على المعلومات. بس ذكرت ان موضوع البحرين ومستقبلها والتخطيط الهيكلي للبحرين، يعني خلاص الحكومه سوت اللي تبغي، بس لو ظهر لنا الملك وقال انه بيهدئ الاوضاع اللي في البحرين، هل بيكون نفس اللي قبل 10 سنوات خداع وما يعني نفس الشيء؟ يعني ما بيتغير شيء بالنهايه يعني، وبما ان شعب البحرين مصر على مطالبه، فيعني احنا نتوقع ان في ممكن يكون في حل، بس عقب اللي انت قلته ان ذكرت ان ما في حل سياسي. يعني الحل ان شاء الله انا ما ودي انا شكرا معالي، تفضل سيدي حد سريع دكتور. بس انت اذا سمعت عن الاحصائيه اللي اخرجتها منظمه سي بي جي الامريكيه، فان البحث سي بي جي اللي هي معنيه بالصحفيين وغيره، حطوا البحرين لسه رقم 2 في العالم في اكثر عدد المعتقلين، عدد الصحفيين المعتقلين هم 3 في البوبيوليشن 1.3 مليون، يعد كارثه ويعد ثاني ترتيب دولي في العالم. لو حسبنا عدد المعتقلين 3000، لو كان هالعدد في بريطانيا تتكلم عن 250 الف مواطن موجود في داخل السجن. هذه الاحصائيات تطلع منظمه سي بي جي الامريكيه تعطي هالاحصائيه، نتمنى لو كل يعني كل جهه تتبنى شيء مشابه. يعني انا اتمنى ذلك، انه انا في على اساس الغرب يفهم لغه الارقام بالبلد، لان البلد صغير. السؤال هو ايش كثر تعتقد خطوره شخص يلعب الدور الاصلاحي في العالم حاكما يكون لعبه جدا متميزه عند الامريكان، عند البريطانيين، عند كاثرين اشتون، ولي العهد الشخص الاصلاحي اللي دائما يطلع بالمظله الاصلاحيه، شنو خطره على الثوره؟ وفي ظل ان بعض الناس او بعض السياسيين اللي يعتقدون انه هو الحل او المخرج لهذا الازمه. في كامبريدج لما كان جاء طالب، يعني ما كنت اعرفه انه هو ولي عهد، ولا عملته بانه هو ولي عهد، يعني عملته كطالب، وكنت لي يعني لا 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 الشرف تو انفيرت كوماس انه كل يوم اربع بتغدى معاه. يعني في السنتين اللي هو عمل فيهم الماجستير في كامبريدج، يعني عن مجلس التعاون الخليجي، يعني واعرفه شخصيا عن قرب. انا اعتقد بانه هذا وهم. يعني انت لو سالتني انا الان هذا السؤال سنه 2002 كنت حقول لك والله لا، لانه انا من الناس اللي امنوا ايمان صادق بالمشروع الاصلاحي اللي حصل في البحرين، وذهبت للمشاركه فيه. انا لم اذهب الى البحرين مرتزق، انا علاقتي بالبحرين وفي الموده والرحمه تمتد لعشرات السنين، ولكن انا ما قررت اني اروح واكون طرف في هذا المشروع الا لما طرح وشاركت فيه، وكنت مؤمن ايمان قاطع بانه هذا نموذج يحتذى، والفت حتى كتاب فيه. يعني اي نعم، انه هذا المشروع ممكن يكون تمبلت لتغيير الوضع في السعوديه بالتحديد، يعني لانه احنا تأذينا بالسعوديه ما تأذينا من البحرين يعني. وكنت بعتقد انه لو مساهمتي كسوداني في انه ارفع بعض الضيم عن اهلي، انه اساعد في حلحله اوضاع السعوديه يعني، وعلى الاقل تفكير قبضتها ودورها وكاو الى اخره. وكنت اعتقد انه هذا المشروع هو فرصه لتحويل هذه الشيفتنس يعني الى ملكيات دستوريه والتافع يعني. وهذا هو اللي خلاني اروح البحرين. وانا رحت البحرين واسست مع عشرات الناس يعني مركز الخليج يعني تنميه الديمقراطيه مواطن، وهذا المركز ما زال موجود لمده 10 سنوات الماضيه بيعمل في ناس في الارض، يعني مش ناس برا يعني لاجئين وكذا، وسط الجاليات وسط الوطنيين والى اخره بالمفهوم اللي انا بعرفه واللي هو موجود يعني معلن، مش حاجه سريه يعني، لكن التنظيم نفسه سري طبعا، وهذا معروف ومعروف لكل السلطات. هدفنا كان الاساسي من هذا انه والله لو حصل انه في نفس في فرصه لاعاده صياغه هذا الخليج اللي احنا تعبنا فيه، لانه الناس في الوطن العربي بيفتكروا انه الاسلاميين حكموا مصر ولا غيره اول امس، يعني احنا محكومين في السودان 37 سنه بالتنظيم بتاع الاخوان المسلمين في السودان، 37 سنه مشاركه في الحكم، و25 سنه في احتكار تام للسلطه والثروه. الاخوان المسلمين اللي انتم اكتشفتوهم اول امس في تونس وفي بتاع، انا عايش معاهم كل حياتي يعني، وفقدت من اسرتي ومن اصدقائي ومن اعزائي ومن رفاقي العشرات، يعني مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 100 يعني، وصراع دائم في خلال ال 37 سنه من عمري على الاقل يعني. فالان عايز اقول انه هي المساله اللي موجوده في البحرين اللي انت شايفها هي البروبورشن هذا، انا بحس بانه بيخلي الخواجات، لانه العقليه عقليه بالمناسبه نفعيه، العقليه ذات براغماتيه جدا. لما انت تقول لي بريطاني ماتوا 100 في رابع العدويه ولا 100 في البحرين ولا 100 في كييف،
غير ما انك تقول والله انت اذا كان في 77 عندك 54 شخص وفي الحرب العالميه تشرشل بنى مجده على 63,000 ولكن تصور انه 1.5 مليون بريطاني ماتوا. صدقني كل حته انا قلت فيها هذا الكلام الواقع كان مختلف تماما، لانه طوالي بحس بالنورمز بتاعت الموضوع والعبء النفسي والمعنوي والاخلاقي رغم كل التجرد اللي انت شايفه، هم في النهايه بشر يعني. فانا داير اقوله انه الاخوان والاحباب في البحرين، انا ما داير اشارك في اي خداع، داير يعني من سنتين انا اختفيت من المسرح البحرين ومشيت قعدت في كامبريدج، الا بيجوني الاخوان يعني زيارات وكده يعني بنتكلم ونتداول، ولكن لم اخرج من البحرين، لم اخرج ولا لمده يوم واحد. ويعلم كل الاصدقاء اللي معايا يعني اذا كانوا من البحرين او من مناطق اخرى من الخليج ان انا كنت مستمر في الهم العام. لماذا غررت انه اجي احس واقعد معاكم؟ لاني حسيت بانه الناس ماشيه في اتجاه النظام سعيد به تماما، لانه يعني انا لي الشرف ان ساهمت مع عشرات الاخرين بانه اجلنا هذه العمليه من سنه 2010 الى الان. هذا يعني نسال الله يعني يدينا فيها الاجر يعني. التاخير هذا في تعطيل وكبح هذا المشروع وكشفه وتمليكه للجماهير العاديه المواطن العادي في اي حته انا بروح، صدقني بروح في اي حته. حس قبل يمكن انا كنت في 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 الحدود الكنديه الامريكيه، انا واقف في الكاونتر، صدقني واقف في الكاونتر بتكلم مع البنت بتاعت اللي جنبي، دخلت اسمي ظهر موضوع بتكلم معايا، كان عن البحرين ما كان بيتكلم معايا عن السودان. اون ذا سبوت في الحدود الامريكيه الكنديه، اون ذا سبوت خدت اسمي طوالي، هي واقفه في الجوجل يعني تكلمت معايا عن البحرين، ما قالت لي انت من السودان ولا غيره يعني. ايوه، فانا عايز اقوله انه هذا الكشف وهذا التمليك، وانا اشكر اخونا هذا واحد من الشهداء اللي شهدوا على هذا يعني، شاهد اخونا عباس يعلم علم الحق عباس انه هذا التقرير، انا التقرير لما طلع سلمته للسفاره الامريكيه وسلمته للوزير للسفاره البريطانيه وللسفاره الالمانيه، وقبلهم سلمت نسخه للحمر وسلمت نسخه ل محمد بتاع شو مجلس الوزراء، محمد المطاوع وعباس. يعني هذا المشروع كنت متصور اني انا لما الامني انا طالع راجع من الديوان وقفوني في الطريق واخذوني على البيت، والاخ حتى عندنا شاهدين هسه طلع، لكن انا عندي اقتراح، انا اعتقد انه 9 اغسطس الجاي هو اليوم العالمي للسكان الاصليين، واقترح انه تضعوا هذا اليوم في ايضا في اجندتكم السياسيه، لانه هذا قرار اصدرته الامم المتحده سنه 94 لحمايه، واحنا في السودان فعلنا هذا الموضوع فيما يتعلق بدارفور والجنوب لسنوات طويله لما يتعرض بعض المجموعات العرقيه الى التصفيه يعني. فهذه واحده من الاليات، انا بعد ما نظرت في الموضوع اكتشفت انه ذا بيست انجل، الزاويه المناسبه لطرح موضوع التجنيس السياسي من الصعب ان تطرحه كموضوع لانه الناس مش مستعده يعني، ولكن في آلية أو شبه آلية وفي قرار في مجلس الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه 9 أغسطس هو يوم السكان الأصليين، ومن خلال هذا الاحتفاء بيوم السكان الأصليين نحن نستطيع أن نخلق صلة لحمة جديدة بين السنة والشيعة في البحرين، لأن هما الاثنين مهددين. وأنا أعلم علم اليقين بأن السنة الآن يدفعون ثمن غالي، ومراكز الشرطة في كل البحرين في المحرق في الرفاع في غيره مليانة بالشكاوي وبالقضايا وبغيره والاحتجاجات الصامتة يعني، لكن إذا عملنا السكان الأصليين بنقدر نوحد يعني النسيج الاجتماعي، وإنه الناس كلهم حاسين بالخطر بس دارين شجاعة. هذا ما حبيت يعني أنا أقول. أحسنت يعني. هذه دعوة مفتوحة إلى الجميع إن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار.